يطول بعمرهم ويخليهم لنا إن شاء الله. قولوا آمين. آمين. لعمليات التنظيف في البلد شافوا إن في مشكلة، فصار عندهم ابتكار إخواننا شركات التنظيف والعمال البنغالي. البنغالي بس كل ينظف يقول عطوني مخمة، يقول ماكو مخمة. فسووا، فاكتشفوا البلدية اكتشاف جيد، يروحون حق السعف. وطبعاً لا تنسون في قانون اللي يقطع الشرة 250 دينار، اللي يقطع وردة 200 دينار. لا تنسون في قانون، يمكن الحكومة نسيت هالقانون. أنا مو حبيت أذكرهم أن يوم ينزل هالقانون قلت لهم ها انطبقتوا. فالإخوان البنغالي شو يسوي؟ يروح حق الخلة شوفوا. بدون تعليق، مساكين البلدية هذه بحديقة مشرف اللي فيها المكدونالدز، بلدية ما عندهم عزكم الله مخام، ضاعوا. تفضل. يلا يا أستاذ محمد، الحين الساعة 7:15 الصبح. يلا بس عفث مدري شنو، ما له شغل مسكين كريم. بدون تعليق. هذه شوف، هذا الابداع اللي نبيه، هذا ابداع بالبلديه. اعطوني الاستاذ احمد الصبيح. الاستاذ احمد الصبيح مدير عام البلديه، الله يطول بعمره ويخلي لنا ان شاء الله. قول يا رب. استاذ احمد طول بعمرك، شلونك؟ اخبارك زين؟ براويك التقرير الجاي هو اللي بختم فيه في حديث الكويت والناس. براويك